ما قلت بانه بخصوص التكريم ديالي اليوم هو كتجمعني واحد العلاقه مع محمد هاني، علاقه اللي هي كبيره منين كان في واحد المستشفى اللي هي صبيغه. وانا كما قلت للاخوان بانه الحضور ديالي اليوم كمراد حديوي سي فغي كلاعب دولي، سي فغي كممثل ديال لي جوار بروفيسيونيل وطونكو فيس بريزيدون ديال لي جوار بروفيسيونيل ديال لي زاك جوار، ولكن انا كنبغي دائما نتكرم كمراد حديوي الانسان. دونك كنعملوا على اعمال انسانيه وخيريه باش نوصلوا ونتواصلوا مع هذا الحضور الكريم. وانا ملي قلت اول تكريم حسيت به ففغي كاين تجاوب ديال الناس، كاين وليدات اللي النيفو ديالهم عالي. المدينه ديال تماره كتستحق منا باش انه كل واحد يخدم الخدمه ديالو، كل واحد وضافر الجهود. طلب من تحط السيد الوالي كانت الموافقه ديالو كانت امور مزيانه، الحضور ديال الجمهور في المستوى الصحفي كذلك كنشكركم الناس اللي هما مسؤولين، الناس لا ديال الجماعه ولا الناس اللي هما ديال الدرك الملكي، الناس ديال القوات المساعده لا بومبيا. دونك بزاف ديال الاشياء كتجمع في شيء اخر شيء واحد اللي هو تيم ارتي. شكرا للجمهور اللي كان حاضر معنا، شكرا لكم كاملين، ونتمنى ان شاء الله ما تكونش هذه غير بدايه يعني الاولى، نتلاقاو ان شاء الله في بدايه اخرى ان شاء الله. نقول لها بانني راني قد ما انت راضيه عليا، كتقولي دائما قد ما بعدت السماء على الارض، ودائما كتدعي معايا واحد الدعاء كتقولي اللي مشى معك يربح ويجي معك ربح. تنقول لها سمحي لي على اي حاجه ما قديتش انني نديرها، كنت ثقه بانه اي حاجه طلبتها الام ديالي فهي كتلقاها موجوده. الحمد لله والرضا ديالها عندها المسائل ديالها، كتصرف اي حاجه بغات. وتنقول لها دائما بانه كنت كنتمنى لانه الحضور ديال الاب ديالي الله يرحمه، لانه انسان والوع بزاف ديال الحوايج طونكو رياضي، ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي بغاه هو اللي داه. دونك الغياب ديالو كاين الحضور ديال الام ديالي، ديال الخواتات ديالي بثلاثه بهم، الوليدات ديالهم، كاينه الزوجه ديالي، كاين الابناء ديالي. فهادشي كنقول الوالده مره اخرى تنقول لها شكرا على اي حاجه واي دقيقه عصبناك فيها ملي كنا صغار، ولكن راه ملي وصلنا ولا كنفهموا راه ما عمرنا عصبناك، ودائما كنتمناو الرضا ديالك. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.